أحبائنا المشاهدين، نحن بنرجع معكم بأشعياء العبد أو عبد الرب المتألم. كنا وصلنا مع الشخصيات اللي هن الجماعة والعبد المتألم، وكيف بصمته قدر ربح الجميع، والتناغم والثقة اللي عنده قدر تناغم مشيئته مع مشيئة الرب. وكنا وصلنا لرد الاعتبار، كيف بلش تزهر سيزهر الوجه، وجه المتألم. صح، رد صح. الاعتبار، حتى ندخل كمان على عدة نقاط باقيين. ايه، نتيجة التناغم بين صحيح العبد والرب، منشوف انه العبد الذي حمل خطايا كثيرين بسبب قديش هو مشيئته متناغمة مع مشيئة الرب، الله غفر لهم خطاياهم. فإذا هو حمل الخطايا، ولكن بسبب هالتناغم الله غفر الخطايا بسبب اللي تحمله عبد الرب. يعني كان فايض على هالجماعة اللي خاطئة، فايض النعم والرحمة كمان من الشخصين، أكيد من العبد ومن الرب. من توافق المشيئتين، من توافق المشيئتين. أوكي. والتناغم بين بعضهم. 53 واحد بقلنا لمن كشفت ذراع الرب، يعني كأنه رضا الرب والرب بالنهاية بعد اللي صار فتح له ذراعيه. سورة الصليب فتح، بس هون بطريقة تانية، الرب فتح ذراعيه للعبد، فتح له ذراعيه، تعا وسلم حالك إليه. الاستسلام، فإذا توافق الاستسلام بين العبد وبين الرب. بس هيدي معنى عميق كتير، من عميق الحب كتير. يعني جدا 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 الحب، مش بس توافق المشيئتين، حتى الحب والتناغم بالتفكير والتناغم بالهدف. أكيد أكيد جدا أكيد. وبالحقيقة بهيدي بكشف لمن كشفت ذراع الرب، اللي هي الآية 53 واحد، هي مفتاح كل النص، يلي هو حل الحبكة يلي شفناها قبل. كيف بدها تكون مفتاح حل الحبكات؟ اي عندنا خمس حبكات، عندنا خمس حبكات، بس أقولك بدنا نجاوب علي الوحدة وحدة، ما بعرف. طيب، أول نتيجة من حل الحبكات منشوفها بالآية 10، انه هالانسان يلي ظاهريا رايح للموت. شفنا قبر وشفنا موت وشفنا كله سوا، الشيء الثاني بيقول يرى نسلا وتطول ايامه. هي بذاتها كما اشتي يسوع، وتنجح مشيئة الرب بالعشرة على يده. بالعشرة يرى ذرية وتطول ايامه. نحن لحد اليوم اذا واحد بدنا ندعي له بالخير، الله يديمك، الله يطول عمرك، او الله يبارك فيك، تكبر عائلتك الى اخره. فاذا هي الحل انه يلي ظاهريا صائر الى الموت، ليك كيف بده هي حل الحبكة. ذكرت القمحة يلي حكي عنها يسوع، حلو بالمية مية، اللي بتموت بقلب الأرض ترجع تفرخ، إذا ما ماتت ما رح تفرخ. هي ذاتها هون هيك صار روعة. فإذا بهالآية 53، من الذي آمن بما سمع منا ولمن كشفت ذراع الرب؟ هون عنا خبر صار، وبهذا الخبر صار منشوف أنه عم يصير في تحول، والتحول أنه بالآية 53-2 بقلنا في عنا نبت كنبتة أمامه وكعرق في أرض، كعرق في أرض قاحلة. فإذا كأنه عم بقلنا قبل شوي حكينا عن وضعه الاجتماعي للعبد، ملك، لا هن ملوك، هن ملوك الجماعة. أوكي. وهو مزدرا ومخصوص. هون كمان بيشدد لنا على وضعه الاجتماعي، هو من أرض قاحلة، يعني الأرض يلي منا مروية، الأرض الناشفة ما بتطلع شيء، بتطلع نبتة كتير شتيف بالفرنسي، ما لها طعم يعني. إيه إنه شيء هو بالأساس من هذا، ولكن هالنبتة القاحلة يعني هالأصل المتواضع شو رح يصير بالنهاية؟ الخبر الصار رح يصير في تحول، إنه أجعل نصيبه بين العظماء. بال 12 ايه؟ بالآية 12 شفتها،
بأول، لذلك أعطيه نصيبا بين العظماء وغنيمة مع الجبابرة، مع الأعزاء أو الجبابرة. فإذا من نبتي متواضعة، فإذا هيدا الخبر صار يلي بدي قلنا كيف عم بيصير التحول من إلى هذه حبكة فك الحبكة فينا نكمل. نعم. ونقول إنه الخبر صار رح يصير هو تحول من مزدرى ومرزول ومزلول ومتروك إلى آخره، إلى عبد يوفق ويتعالى ويرتفع ويتسامى. هالأيام القيامة، هاي القيامة. مشان هيك قلنا هيدا النص إذا كان مسودة رح نشوفها بالعهد الجديد القيامة. هذه هيك أصلا كلمة تشجيع كمان لكل المتألمين. إذا ما نحط تأوين على حياتنا كمان، مش بس على حياة يسوع، الصورة بتصير أصفى وأصفى لما بتجي على حياتنا. صفاها يسوع وبلورة، بس تجي على حياتنا إنه ما بعد الشدة إلا الأيام الحلوة والقيامة. إذا بدك وهذا اللي شايفينه بهذا النص يلي هو ظاهريا كتير في تشويه واضطهاد وتعسف سوداوي كأنه، والبرهان كمان عنا بعد فكرة جديدة إنتاج هي إنه هالعبد يلي جعل قبره بين الأشرار يرى النور. أوين بأي نور القيامة؟ 53:9، فإذا 53 هو جعل بين الأشرار، ب 53:11 يرى النور. ونحن بنعرف النور هو علامة الفرح والابتهاج. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، أبصر هذا نور الابتهاج والفرح. فإذا من القبر والضريح وهون رأى النور دغري، وأكيد هون دغري صرنا بجو القيامة والانتصار والانتصار. رائع. التحول مش بس يطال العبد المتألم، يطال الجماعة. فإذا الجماعة من جماعة تشاهد وتتفاعل وتشهد للألام ستتحول إلى مخبرة ومبشرة ورسولة. بدأت تصير مخبرة ومبشرة ورسولة كمان. حلو يعني كله يعني هيدا القيامة ينطوي علينا بالمية مية، يعني نحن أوقات كتير الجماعة هيدا المطلوب منا. المطلوب منا نحن بفترة الألم أصلا بكل عمدار السنة كمان، مش بس هيك، إنه مش بس نشاهد، المطلوب منا أن نتفاعل. وبس نتفاعل فعلا بصير شهود، ما بدنا نضل على مستوى النظر الخارجي، بدنا ندخل. هيك صار بالجماعة. نعم. تفاعلت وتحولت. ودعوة لكل اللي بيعيشوا بهيدا الأسبوع الألام، أو حتى بالأيام العادية وقت نتأمل بألام يسوع. يعني ما نحس بحرقة أنه يسوع تألم، بالعكس يعني هي آلام خلاصية. خلاصية. هي آلام صحيح توجع وتألم، هي آلام تدعينا نحط آلامنا بآلام وتتوصل للخلاص كمان. ما نضلنا يعني إنه متألمين ونضل إنه نحن متألمين بالصمت. يسوع بيحوله إلى قيامة. كمان التحول مش بس، بكمل لك فكرتك، مش بس على مستوى العبد ولا على مستوى الجماعة. التحول على مفهوم الألم. الألم بالعهد القديم كان قصاص. حلو. الألم مزبوط. كان قصاص سيتحول إلى خلاص. من قصاص لخلاص. فإذا كان تحول كل شيء عم بيصير، تحول لأنه بار لكل وتألم شيء. لأنه بار وتألم بدون أي استحقاق. والفكرة القيامة منشوف أنه بهذا الخبر الصار منفهم أنه الموت والقيامة متزامنان. يعني ما في موت بلا قيامة، ولا في قيامة بلا موت. بالمسيحية يعني هيدا قديه بتعطينا رجاء. إذا نحن بحالة موت لازم نحس بالقيامة. وإذا بدنا نوصل للقيامة ضروري نمرق بالموت. كذلك الأمر بهذا الخبر الصار لمن كشفت ذراع الرب، من الذي آمن بما سمع منا. بهذا الخبر الصار يقلب عبد الرب المتألم اللي هو يسوع المسيح، يقلب كل مفاهيم عالمنا. مثل ما كان
قلب بتصرفه، قلب المفاهيم اللي شفناها كيف الناس تتصرف إذا، وكيف هو قلب المفاهيم، منشوف إنه هو قلب كل مفاهيم عالمنا رأسا على عقب. كتير حلو. فمن يتضع يرتفع، مزبوط. ومن يريد يرضى بالإمحاء سيسطع بالبهاء. أو مسيبين على الآفية، ما بعرف كيف سيقلوا. إمحاء بهاء، يتضع يرتفع، ومن يتخلى يتجلى ويتحلى. حلو كتير. بدك تتخلى حتى تتجلى وتتجلى. رائع جدا. بعد عندي شغلي وحدة، شغلي وحدة. بشوف انه يسوع بالنهاية بهالعبد قدر جمع المتناقضين، الإله والعبد، الإله الذي حقق الفداء والعبد الذي أعطى حياته فداء لكسره. أمين. سروز لا يمل. رائع كتير هذا النص، لا يمل، رائع من الكتاب المقدس ومن طريقتك. أكيد احنا كتير منشكرك، وأكيد مع العبد المتألم يلي وصلنا لعمق الحياة يلي هي القيامة، مع الموت والقيامة المتزامنان، مع تغيير كل مفاهيم الخاطئة من القصاص إلى الخلاص. نحن أكيد نتمنى لكل مشاهدينا يكونوا كتير استفادوا من هالحلقة. منشكرك كتير، ومنوضع بين إيديكم وبتفكيركم وبصلاتكم مشاهدينا هالحلقة عن عبد الرب المتألم المنتصر، وأكيد منعطيكم موعد بحلقات جاية، والله معكم.